لو قاعدين جعانين تعالوا اقول لكم ازاي تعملوا احلى كريب من البيت زي اللي بناكله بره بالظبط ويمكن احسن كمان. المقادير بسيطه قوي، كوبايه من الدقيق عليها كوبايه من اللبن عليها بيضتين صغيرين او بيضه كبيره ومعلقه صغيره من السكر ورشه صغيره قوي من الملح وكمان معلقتين كبار من الزبده او الزيت. هنقلب بقى كله في بعضه بالويسك كويس قوي، ولو لقينا قوامه تقيل شويه هنخففه بشويه لبن وهنقلب كمان لحد ما يوصل معانا للقوام ده. هنجيب بقى طاسه كبيره للكريب او صينيه بيتزا او اي حاجه تكون تيفال او جرانيت ما بتلزقش وهنزل عليها الكريب كده. ممكن ما يظبطش من اول مره فمش مشكله، اول مره دي تكون تجربه وبعد كده نعدلها بقى في المرات الجايه. حطيت الكريب وسبته دقيقتين كده لحد ما مسك من تحت وقلبته الناحيه التانية، ودي واحده تانية بعملها سبتها برده دقيقتين لحد ما مسكت وقلبتها الناحيه التانية ودقيقتين برده على الناحيه دي لحد ما طلعته وعملت التانية وعملت الثالثه. تقريبا الكميه دي عملت معايا 3 بالظبط. عشان ابني الساندوتش بقى حطيت زبده تحت في الطاسه وقسمت الكريب من النص كده، وهنا بقى تقدروا تحطوا كل حاجه انتوا بتحبوها. انا حطيت مايونيز وفراخ وتركي وتشيدر وفلفل رومي وكاتشب ومستردة وموتزاريلا، تقدروا تحطوا الحاجات اللي انتوا بتحبوها كلها. وحاولت اقفله بقى على شكل مثلث كده وحمصته من كل جنب دقيقه كده لحد ما الجبن كلها ساحت جوه وبقى طعمه تحفه. اتمنى بجد تجربوه.